يعني علم وفكر وحاجات كتيرة، إنما ممكن بحكم الشيء المفروض علينا إن ربنا سبحانه وتعالى قدر للناس درجات معينة، إداني درجة إن أنا بقيت شخصية عامة. أنا في الأول والآخر أنا واحد زي بالظبط. ممكن يكون عندي دافع أو عندي قدرة إن أنا أتكلم أو أوصل، أو عندي خبرات خدتها في حياتي كلها من خلال معاملاتي مع الناس ولا سفري ولا كده ولا كده. إنما اللي أنا عايز أقوله إن إحنا مش عايزين نضيع الفرصة مننا، يعني مش ممكن أبدا إن إحنا كلنا فوقنا. يعني الثورة نجحت خلاص انتهت، كنا إن هي تحقق مطالب أو تحقق أهداف أو تحقق حاجات، فده حاجات فوق البيع يعني. إنما الثورة نجحت إن الشعب انتفض، كلنا انتفضنا بجميع الطوائف بقى، يعني طلبة كبار صغيرين، عرفنا إحنا لنا حقوق لنا وبلادنا. إنما كان قبل كده كانت الناس بتفكر بس في حقوقها، أو بتفكر في حقوقها الشخصية، ما بتفكرش في حقوقها العامة، لأن المفهوم كان متغير. إن أنا لما أفكر في حق عام هيجي لي الحق الخاص، إنما لو فكرت في حق خاص مش هيجي لي الحق العام، لأن سهل جدا كل واحد يدخل ما بين التاني بقى يقول له طب مالكش دعوة أنت، بس خليك على جنب وأنا هجيب لك اللي أنت عايزه، فخلاص كلنا نوافق. إنما لما لغاية دلوقتي بقول الكلام ده، وانا كنت بتكلم مع ناجي دلوقتي لما شفت الحاجات الاعلانات بتاعت اتحاد الطلبه، ده حاجه كويسه وصوره كويسه، بس مش عايزينها صوره، عايزينها صوره ومضمون. يعني في وقت الثوره وبعد التنحي وبعد خلط رئيس الوزراء الناس كلها بدات تقول لك ايه، انا فلان ده هيعمل لي حزب مش عارف كذا، وده هيعمل حزب ايه، وده هيعمل حزب ايه، وده هيعمل حزب ايه، وده هيعمل حزب ايه، وبداوا يكونوا في حزاب واحنا لسه في حزب واحد. الثوره نجحت لما الناس كلها كانت بتتكلم باسم الشعب، الثورة ثورة شعب، والثورة هتفضل مستمرة لو فضل الحزب واحد هو حزب الشعب. لو حتى الشعب ده اتكون أحزاب، بس في الآخر الهدف هو الشعب. لو الهدف إن أنا أخبط في ده عشان أوصل لهنا، يبقى إحنا كده شكرا. يبقى إحنا الثورة بتاعتنا شكليا نجحت، إنما ضمنيا ما نجحتش. نفس الحال بالنسبة لأي حاجة في الدنيا، منها الجامعة. لو الجامعة، وأنا نصيحتي ليكم ونصيحتي للناس كلها، لو الجامعة اتعملت تحت الطلاب عشان كل واحد ينفرد ويخبط في التاني عشان هو اللي يفوز، وده يتكلم على ده وحش، وده يتكلم على ده مش كويس، وده يقول لك لا ده ما عندوش فكرة، وده أصلا هو كان إيه أصلا؟ ده ما كانش ليه أصلا أساسا ما كانش ليه أي دور في الجامعة، في الانتخابات أو في التوعية أو في الحس إن الجامعة تبقى كويسة أو على دراسة تبقى كويسة، أو هنفضل نعايق في بعض بقى، يقول لك لا ده انا كنت، يقول لك لا ده انا اللي كنت، فهندخل في تنافس، فالتنافس في الاخر مش هيجمع علومنا. فانا الحقيقه يعني نصيحتي يعني ان خلينا ارقى من المستوى اللي كان قبل كده، ان لو حتى في تنافس، التنافس للمصلحه، مصلحه المكان. ودايما الموضوع هو موضوع تكليف ومش تشريف. لو فرضا دلوقتي طلع رئيس اتحاد الطلبه فلان، او رئيس اتحاد الطلبه فلانه، انا شخصيا كنادر ما يعنيش ابدا تكون بنت او تكون ولد خالص، او تكون مسيحيه او مسلمه، او مسيحي او مسلم، ما يفرقش معايا. لان في الاخر احنا زي ما بنطالب ان كل واحد ليه واجبات في بلده وحقوق في بلده، ما قلناش الحقوق والواجبات مقصوره على بنت او على ولد او على مسيحي او على مسلم. فاللي انا بكلمكم فيه يا جماعه ان وانا اللي انا بعمله على نفسي، انا بتكلم كلام اللي انا بقوله لنفسي على فكره، انا ما بديش محاضره، بدي خبرتي مع نفسي. اللي لو ما اتكلمتش مع نفسك مش توصل لحاجه ابدا يعني. الخطاب نفسه سواء الديني ولا السياسي، هو كان الخطاب كله بيعتمد على التفرقه ما بين الناس. حتى الاعلام تفرقه ما بين الناس، لما بيجي يتكلم على مقابل مادي ولا يتكلم على ناحيه واحد مسيحي ولا واحد مسلم عشان يفرق ما بينهم. فمش عايزين ان احنا نفرق ما بيننا فعلا من القلب. مش يجي مثلا ايه، مثلا فرضا حد من زمايلنا المسيحيين وواحد مثلا مسلم او من الاخوان المسلمين او من التيارات الدينيه او من التيارات السياسيه، يقول لك احنا ايد واحده وفي القلب مش واحد، مش هيتحس. وهي كانت الصوره دي بتتعمل وحده وطنيه، والاخوان المسيحيين والمسلمين واحد وبتاع، وفي الاخر بيضربوا بعض او بيتضرب فيهم يعني، او بيحضن تاني وبيضربوا سكينه. فمش عايزين الاحوال دي تتكرر تاني ما بيننا. فحتى كنت بقول لنادي طب يعني هل احنا كلنا دلوقتي جاهزين؟ لازم كلنا نبني الاساس زي ما الثوره دي نجحت.
ان الثوره كانت بتتكلم باسم الشعب، وما كانش انا لما جيت رحت التحرير ما كنتش اعرف اشرح على حد، ولا اعرف اسمع حد، ولا كان عندي ما اعرفش ده مسيحي ولا مسلم. ممكن اكون مع واحد مسيحي بس ما اعرفش مسيحي، ما سالتوش ولا اساله ولا يفرق معايا. فالمضمون ده والموضوع ده لازم يفضل في قلوبنا، عشان قلوبنا هي اللي بتحركنا مش عقولنا هي اللي بتحركنا. فده اللي انا بتكلم فيه دايما يا جماعه، انتوا داخلين على انتخابات وداخلين على اتحاد طلاب، والموضوع لازم يبقى ارقى من ارقى من ارقى ما يمكن. ما ينفعش ان انا اعتمد ان احنا في الاخر في الاول والاخر كلنا زملاء، في الاول والاخر هنقعد 4 سنين اللي ربنا سبحانه وتعالى يوفقه مثلا في تعليم او اكتر 5 6 وايا كان، وبعد كده هتسيب الجامعه. وبعدين هتقابل زمايلك دول ممكن في شغل، ممكن في اي مكان او اي مجال، في الاخر هتسيب الذكرى كويسه والسمعه كويسه. فالموضوع مش موضوع تنافسي شخصي قد ما هو موضوع تنافسي عشان خاطر ان احنا نخلي الجامعه في احسن ما يمكن، يعني سواء من الناحيه التعليميه او من الناحيه السلوكيه او من الناحيه الحضاريه. في ناس كتير جدا بتعتمد على الضرب بتاعنا، ضرب الشعب مش ضرب الثوره، لان الثوره هي الشعب. ان هم بيصيروا فوضى. الفوضى دي مش المسؤول عنها هي الشرطه او الجيش. بالعكس الفوضى دي لو احنا ما واجهناش وكل واحد بلطجي او واحد عايز يسيب فوضى، يبقى ما حدش هيقفل. مش كل واحد يعمل فوضى. يا جماعه لا اكلم الشرطه ولا اكلم الجيش، لا طب احنا فين؟ زي ما حصل قبل كده ان الناس كلها امنت الشوارع وامنت البيوت وامنت الميدان وامنت، يعني في الاخر لما حبوا يسيسوا الموضوع شويه في الكوره ولا كانت في الفوضى والدوري مش هيرجع، مع ان دي حاجه سوري في اللفظ يعني تافهه بالنسبه للوضع العام بالنسبه للبلد. بس هم كانوا عايزين رساله للعالم كله ان ما ينفعش نعمل ماتش كوره عشان خاطر في فوضى في البلد. فلقيناها ان هي عيب حقنا ان عشان ماتش كوره يبقى في فوضى في البلد، في حاجات اهم بكتير من الكلام ده. فاللي انا عايز اقوله ان احنا اولا لازم نبقى تكون واحده ايا كانت، ولازم اهدافنا تكون واحده او هدفنا يكون واحد ايا كانت الفرق او الجامعات او الاتحاد الطلاب. وفي نفس الوقت في الشارع، يعني ما بقولش ان كل واحد هيقوم بدور البطل ويتخانق بس في الاخر صدقوني حتى لو واحد فوضوي او بلطجي وانت قلت له كلمه هيفكر فيها. يعني ممكن بس هو تاخده العزه ويقول لك لا انت مالكش دعوه انت مالك وكنت تتكلمي معايا كده والكلام ده. بس النقطه الاهم اللي انا بتكلم فيها نقطه سلوك مرتبط ببلد. يعني لما تجي ناس كتير جدا تتكلم ان المرجعيه الدينيه بالنسبه لاي بلد او بالنسبه لاي دوله، حتى الدوله المدنيه لها مرجعيه دينيه. المرجعيه الدينيه مش في العبادات ولا في الزي، المرجعيه الدينيه في الاخلاق والمعاملات. فمش مطلوب من واحد مسلم مثلا بيصلي وبيبتزم ان هو يجي يتكلم معايا او يتكلم معايا يقول له اخي لازم نصلي عشان البلد الفاجر. يعني مش دورك. او واحده محجبه مثلا وفي حد من زمايلنا مثلا مش محجبه تقول لها يعني غطي شعرك، طب لو غطيت شعرك انت لو شعرك كده على كده البلد مش هتبقى بلد بايظه. في ناس اصلا بتلبس كده ومش محجبين وما بيصلوش بلدهم كويس. يعني ما نربطش الدين زي ما بيتقال ده. انا يا جماعه وسمعت من ناس كتير افضل مني علما ان لما اجي ادخل الدين جوه السياسه يبقى انا بقلل من حق الدين، لان السياسه السياسه فيها متغيرات والدين هو الدين هو ثابت وقائم. ما ينفعش ان انا اربط الدين بالسياسه. مش معنى كده ان انا ما يكونش عندي مرجعيه، يكون عندي مرجعيه دينيه في الاخلاق والمعاملات المتفق عليها في كل الاديان سواء في الاسلام او في المسيحيه. والنقطه الاهم ان عمر ما ربط الربط الاصلاح. اكيد انا معاكم جدا ان كل واحد لو احنا بقينا شعب بيتقي ربنا سبحانه وتعالى في المعاملات والعبادات والسلوك اكيد ان شاء الله هنكون بلد كويسه. بس انا بتكلم ان احنا ما نديش فرصه للوساوس او الشيطان يدخل ما بيننا وبين بعض. انا مش جاي حاضر، بالعكس احنا جايين نتكلم مع بعض. وعشان كده قلنا احنا الجامعه ما حبتش ان احنا نقعد على منصه وحاجه رسميه وبتاع، كلنا اخوات حتى لو في فرق في السن، انما كل واحد فينا عنده خبرات. انا بس سوري بس ما اعرفكوش، انا ممكن تكون عارفين اسمي، انما انا نادر السيد عندي 17 سنه. كنت انا برضه جامعه شيبان بس في الرياضيه، وعندي 4 اولاد، عندي
جودي واحمد وتمارا وتيا بس فاهم. جودي عندها 10 سنين واحمد عنده 8 سنين وتمارا عندها 6 سنين وتيا عندها 8 سنين. تيا تيا ليتس برونج بس فاحنا جايين نتكلم مع بعض يا جماعه يعني طبعا محمد من الموجودين عشان نتكلم بس حبيت اتكلم قلت الكلمه بتاعتي وبعد كده نبدأ دلوقتي. احنا هنا مش حاجة، احنا عارفين انك